أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي أن قرار اللجنة التنسيقية بنشر الهيئة لإعلانات الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية بشكل يومي ولمدة أسبوع كامل سيهدف إلى إطلاع الباحث عن العمل البحريني على كافة الشواغر الوظيفية المتواجدة في البحرين بكافة المجالات وإعطاء الفرصة والأولوية له. الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل بتوجيه مباشر من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقضي بنشر إعلانات في جميع الصحف المحلية لمدة 7 أيام عن كل طلب يتم التقدم بموجبه إلى الهيئة لاستخدام عمالة من الخارج. هذه الآلية تهدف بالدرجة الأولى إلى إطلاع الباحث عن عمل البحريني على كافة الشواغر الموجودة في البحرين بكافة مستوياتها وأنواعها وبكافة أنواع وقطاعات أصحاب العمل الموجودين في البحرين لإعطائهم فرصة للتقدم وأن يكون لهم الأولوية في هذه الوظائف. ثم من بعد ذلك نحاول أن نستغل القوى العاملة الموجودة داخل البحرين لمحاولة تقليل جلب عمالة وافدة من الخارج والاعتماد على الداخل للظروف الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم وليس فقط البحرين. هذه الآلية تدعم توظيف المواطن البحريني وتدعم حصول صاحب العمل والتاجر والمستثمر البحريني على عمالة بصورة سريعة تناسب احتياجاته وتناسب تطلعاتنا للوظائف للمواطنين البحرينيين.